السلام عليكم مشاهدينا، إليكم موجز أخبار مؤسسة الشهداء. مدير مديرية شهداء نينوى محمد الشاقولي يستقبل رئيس اللجنة الفرعية في نينوى القاضي مظفر مهدي صالح ومدير سكرتارية اللجنة الفرعية محمد محمود عقلة في اجتماع عقد في مبنى المديرية لبحث آلية الترويج الخاص بالمعاملات التقاعدية للشهداء والمصابين والمفقودين والتعاون المشترك بين الطرفين لتدقيق وترويج هذه المعاملات من خلال مديرية شهداء نينوى. استنادا إلى توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء وبتوجيه مباشر من قبل مدير مديرية شهداء دي قار، يستمر موظفو قسم شهداء الحشد الشعبي في استقبال طلبات الترويج على المنحة العقارية الدفعة الأولى. مسؤول شعبة الترويج كرار عباس أوضح أنه بلغ عدد المستفيدين 36 مستفيدا، مشيرا إلى أن أغلب العوائل تسكن في مناطق نائية وبعيدة وأغلبهم يسكنون التجاوز. وفد من مديرية شهداء ميسان متمثلا بالدكتور علي هادي محسن مدير المديرية يزور عائلة الشهيد عادل عويد في منطقة العالية والأطويلة في ميسان. محسن خلال الزيارة أكد أن مؤسسة الشهداء متمثلة برئيسها وجميع العاملين فيها حريصون على تطبيق جميع فقرات قانون المؤسسة وإيصال الحقوق لذوي الشهداء، لافتا إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع على أهم الاحتياجات وتسهيل الإجراءات ومتابعة طلبات عائلة الشهيد. مدير مديرية شهداء النجف الأشرف طالب الجعفري يستقبل وفد منظمة بنت الرافدين لرعاية الطفولة في المحافظة ممثلا بمسؤول المركز لارا صالح. الوفد الزائر اطلع على أعمال ونشاطات المديرية واحتضانها لذوي الشهداء والجرحى، وتم الاتفاق على العمل المشترك بين الجانبين بخصوص الطفل من أبناء الشهداء والاهتمام به ورعايته. مسؤول شعبة الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شهداء البصرة محمد قاسم يزور الجامعة التقنية الجنوبية ويلتقي برئيسها ربيع هاشم، وجرى خلال الزيارة بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك بين مؤسسة الشهداء والجامعة لتبادل الأوليات والوثائق للشهداء وذويهم لغرض حساب الرواتب المتراكمة وبقية الحقوق والامتيازات، فضلا عن رعاية الطلبة من ذوي الشهداء ومتابعة كل ما يخصهم بالجامعة إداريا وعلميا. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.